مساء الخير والجمال على كل مشاهدين برنامج ابدأ بنفسك. النهاردة حلقة جديدة وحلقة مميزة بضيفنا، وقبل اي حاجة برحب بزميلي كريم. اهلا يا كريم، ازيك؟ ازيك يا فاطمة، عاملة ايه؟ وازاي كل الناس اللي بتتفرج علينا النهاردة؟ طبعا احنا بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك، والنهاردة طبعا معانا موضوع شيق وجميل جدا، بس انا هخلي بقى اللي تعرفه للجمهور فاطمة. النهاردة موضوعنا للأسف مشاكله موجودة في كل بيت، وهو التعليم اللي الدولة مشكورة جدا جدا بتحاول تتغلب على الصعوبات والمشاكل دي، ومش بس كده بتحاول بكل الطرق ان هي تطور فيه. علشان كده زي ما عودناكم بنجيب القضية وبنجيب المختص. النهاردة كمان ضفنا قبل ما يكون مختص هو شاب ومثال وقدوة لكل شاب في سنه، هو حد سنه صغير جدا على كل الإنجازات اللي عاملها دي. النهاردة معانا، رحبوا معانا بأستاذ إسلام النزيلي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة فاطمة، منورنا ومشرفنا. أهلا أهلا بك يا أستاذ كريم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب. وحضرتك طيب. يا ترى بقى إيه مشاكل التعليم في مصر؟ مشاكل التعليم دخلنا على طول في السلبيات. على طول احنا بادئين سخنين النهارده. احنا ممكن نقول اهميه التعليم لو سمحت قبل المشاكل. نقول اهميه التعليم هو لماذا تعمل الدوله، لماذا تعمل الدوله بقياده وزاره التربيه والتعليم. ماشي، تطوير التعليم دايما للافضل، تطوير التعليم دايما للافضل. اهميه التعليم هو طبعا في كل بيت معروف اساسياته، معروف اسلوبه. مظبوط. طبعا اهميه التعليم الانجازات اللي بنمر بيها طبعا في كل بيت، لازم أن يكون ولي الامر متابع مع المدرسه. يعني دي النصايح اللي حضرتك هتقدمها دلوقتي لاولياء الامور. ايوه ايوه اتفضل. ما انا بقول لحضرتك الاهميه من ناحيه النصايح. ايوه اتفضل. تمام تمام طبعا بالنسبة للتعليم بالنسبة للتعليم بقى احنا اللي هنتكلم فيه بداية، هنتكلم عن مثلا زي ما قلنا احنا كده ذكرنا اهمية التعليم، هنذكر بقى ايه المشكلة بتاعت التعليم نفسها او مشاكل التعليم نفسها. فانت شايف من وجهة نظر حضرتك مشاكل التعليم في مصر ايه؟ او عايزين نعرف قبل السؤال ده ازاي اصلا حضرتك دخلت المجال ده، ايه القصه بتاعته؟ القصه بتاعت التعليم انا هقول لحضرتك في ايه المشكله بتاعت التعليم. مسموع؟ مسموع. كلنا سامعين. اتفضل. معلش المايك. لا اتفضل اتفضل، احنا سامعينك كويس جدا. ايه بقى هي المشاكل اللي بتتلخص في مشاكل التعليم بالنسبة لمشاكل التعليم؟ أو مثلا يعني أنت شايف من وجهة نظرك في مصر في مشاكل طبعا زي مشاكل مثلا الدروس الخصوصية، أو زي مثلا اللي بيحصل مؤخرا أن طبعا الأهالي مش بتلاحق على المدارس وعلى الدروس الخصوصية، كمان يعني المصاريف بتبقى كتيرة. فأنت شايف إيه بقى أو إيه وجهة نظرك في موضوع زي ده؟ بالنسبة للدروس الخصوصية طبعا أنا مش موافق إن الطالب ياخد درس خصوصي. هتقول لي ليه حضرتك؟ هقول لك بالنسبة للمدارس الخاصة فهي دروس خصوصية للطالب. مظبوط صح، يعني أنت كده بتوضح لكل الجمهور إن المدارس الخاصة هي درس خصوصي للطالب نفسه، لكن هو مش محتاج أي دروس. أيوه بالظبط، لأن فعلا الطالب جوه المدرسة أو بمعنى صح جوه الفصل 10 15 طالب داخل المدارس الخاص. اما بالنسبه بقى للمدارس العامه فالنسبه فيها كبيره، نسبه الطلبه في الفصول أيوة كبيره طبعًا جدا. ايوه طبعا بتعدي. صح، بتعدي ال 40 طالب. تمام. وطبعا في مدارس يعني ماليش داعي لذكر الاسماء، حكومه ايوه فيها بال 70 وال 80 طالب في الفصل الواحد. ايوه في الفصل الواحد. أيوة. مكثف. ايوه يعني مفيش نسبه استيعاب اصلا لاي طالب. لا مظبوط. بالنسبه للمدارس الخاصه والمدارس الحكومي، فبالنسبه للمدارس الخاصه شايله دور كبير قوي مع مدارس الحكومه. مظبوط، شايله عبء كبير قوي.
طيب ازاي حضرتك في السن الصغير ده قدرت انك تكون مدير لعدة مدارس خاصة؟ هل ده كان حلم عندك ولا بزنس عادي؟ لا طبعا حلم حلم. وبدأ بقى ازاي الحلم ده؟ انا اقول لحضرتك. اتفضل. انا كنت طالب في كلية الحقوق. بعد ما خلصت الثانوية العامة، فبصراحة صاحبة الفضل عليا هي اختي. يعني طبعا والدي ووالدتي طبعا حياة تانية. بس بالنسبة ايه صاحبة الفضل عليا هي اختي. مين كان اكبر داعم ليك بقى فيهم، الاخت ولا الوالد ولا الوالدة؟ لا انت كده بتخبطي. لا. مين اكتر حد شجعك فيهم؟ لا مين بصراحة بقى الدعم الاساسي؟ يعني بصراحة انا لما جيت قعدت هنا، انا من الارياف. احسن ناس. ربنا يخليك يا رب. من البحيرة. اجدع ناس. والدي لما جيت هنا ما كانش راضي يجيبني هنا اساسا. اللي اصرت عليه اختي. لان هي قاعده هنا ومتجوزه هنا. ووالدتي. تمام. ربنا يخليها لي يا رب. يا رب. طيب احنا طبعا مستمرين مع استاذ اسلام في فقره خاصه بالتعليم، لكن استنونا بعد الفاصل. مشاهدين، ولسه طبعا معانا ضيفنا العزيز استاذ اسلام النزيلي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك استاذ اسلام. خلينا بقى نستكمل حديثنا او موضوعنا في مجال التعليم. طبعا كنت لسه بتقول انه بدات الحلم ازاي بقى؟ بدات من وانا في الكليه. من في الكليه. وانا في الكليه. طيب عايز اعرف من حضرتك، كل حد فينا بيبقى كده بيقول ده انا لو بقيت مدير مدرسه ده انا هعمل كذا وكذا وكذا. حضرتك كنت بتقول لنفسك بقى انا لو بقيت مدير مدرسه هتعمل ايه؟ الحمد لله حققت النظام كنت طالبه وحققته في مدرستي حققته. طيب حضرتك شايف ايه المميزات اللي بتتميز بيها المدرسه اللي حضرتك مديرها؟ من اي ناحيه بالظبط؟ من ناحية التعليم. من ناحية التعليم، من ناحية التنظيم. الحمد لله لو على التعليم فبالنسبة لي أنا مش بشكر في نفسي والله، بس محقق إنجاز غير طبيعي في المدارس. مفيش دروس خصوصية في المدارس؟ لا. طيب إحنا برضو عايزين بقى نعرف بشكل عام التعليم من وجهة نظرك رايح فين لمصر، وخصوصا بعد ما قابلنا مشكلة الكورونا، ويعني ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. اكيد طبعا في اختلاف، وطبعا دلوقتي زي ما كلنا عارفين بدأنا بنظام الاونلاين. سواء في المدارس او في الجامعات، فايه رأي حضرتك فيه؟ طبعا احنا تدعيماتنا من الدولة، من السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير التربية والتعليم، فان شاء الله التعليم راح لنظام هايل، وان شاء الله مصر هتقف على رجلها بالتعليم. طيب ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تقولها علشان عمليه التطوير تفضل مستمر؟ المدرسين. ايوه حضرتك شكلك قبل زعلان رسائل منهم. بقى. شكلك زعلان من المدرسين. اكيد. انا اقول لحضرتك وجهه النظر بالظبط. المدرس ما عندوش قدره كامله ان هو يقف في فصل ويعلم. بمعنى ان يعني مفيش مدرس، يعني على حد يعني ما قابلت نادرا اول لما الاقي حد معاه دبلومه تربويه، او حد معاه كليه تربيه، او حد معاه كليه اداب قسم لغه عربيه مثلا، او اي قسم. يعني يا حضرتك شايف ان المعلمين في مصر مش مؤهلين؟ مش كله. انا لسه قايل لك من شويه، قلت لك على حد ما. طب احنا بقى نقدر نأهلهم ازاي؟
النصايح بقى اللي حضرتك تقدر تديها يعني لتأهيلهم؟ حضرتك برضو كمدير مدرسة ليك وجهة نظر وليك خبرة كبيرة، فشايف انه مثلا المدرسين دول احنا ممكن نأهلهم في التعامل، ممكن نأهلهم مثلا في انهم يطوروا من قدراتهم الذاتية او العلمية او الثقافية او ايا كانت، ممكن بقى يعني نبدأ على سبيل هذا المثال نناقش مشروع لتطوير المدرسين مثلا؟ ايوه طبعا. ازاي نقدر نعمل ده؟ من خلال ايه او ايه اللي هنحتاجه مثلا؟ يعني هل المدارس هيبقى ليها دور في ده؟ نحتاج الدعم. الدعم من الدولة. ايوه. تمام. هي الدولة مشكورة، هي يعني بتقدم حاليا دعم كبير جدا. بس ماشي ماشي، هو ايه الفكرة اللي احنا ممكن نعملها؟ بس يا ريت الدعم ده لو كل واحد لتخصصه. ايوه، ممكن حضرتك برضو تشرح لنا اكتر؟ يعني انا اقول لحضرتك، انا النهاردة طالب خريج كلية الحقوق. ايوه. تمام؟ المفروض اكون ليا الحق ان انا اشتغل في مجالي، مش اشتغل في مجال غيري، معلش في الكلمة. هو مش شرط يعني، في حد بيبقى عنده قدرات، مش شرط يعني بسبب برضو المجاميع والتنسيق والثانوية العامة ومشاكلها، كلنا عارفين ده، فمش بتدي فرصة ان كل حد بيدخل الكلية اللي هو عايزها. تمام انا معاك، بس ليه احنا كبني ادمين ليه ما نتعاملوش كل واحد بدماغنا؟ يعني مثلا انا ربنا رزقني بكلية الحقوق، حضرتك ربنا رزقك بتجارة، ليه مش كل واحد يطلع المجال؟ ما احنا لو بصينا لمستقبلنا اللي احنا ما قدرناش نحققه مثلا، انا كطالب ثانوية عامة ما قدرتش اجيب مجموع الطب، دخلت كلية التجارة، يبقى ايه؟ ربنا يرزقني باللي انا ايه؟ يبقى اجتهد بقى فيها بالظبط وحقق فيها واشتغل أجتهد بعد كده بيها. أيوة. ما افضلش يعني دماغي في حتة تانية وعايش بقى على الذكريات زي ما بيقول. مش شرط على فكرة، في وجهة نظر تانية بتقول انه عادي، انا ممكن ربنا ما كرمنيش ان انا اخش حاجة او مجال معين، بس انا شايف ان انا متميز فيه ومتمكن منه، فبالآتي انا هضيف المجال ده جنب ده او همشي في المجال ده وابدع فيه. ليه لا؟ ساعتها انا بقى كصاحب او انا بمعنى اصح كمدير مدرسة اطلب من المدرس عندي ان هو يعمل دبلومة تربوي، اول شيء عشان خاطر نفسه، صح، تاني شيء عشان الطالب. مظبوط، يعني هو يبدأ بقى يدرس الحاجة اللي هو حبها. بالظبط. طيب حضرتك شايف ان الوزارة قدرت ان هي تعمل اعادة صياغة لتطوير التعليم؟ طبعا. أيوة. يعني طبعا الوزارة فعلا طيب بتطور التعليم بحاجات كبيرة قوي بكل الطرق فعلا. ايوه. عايز اسألك سؤال بقى كده ايه فرفوش شوية، نخش بقى ايه من الطابع الكشري اللي احنا كنا فيه ده. لما انت كنت طالب كنت بتبص للمدرس ازاي، ولما بقيت مدير مدرسه برضو شايف المدرس فين؟ سؤال حلو يعني، انا اتمنى كنت اشوفه. طبعا كنت ببص للمدرس بتاعي، انا بتكلم عن نفسي، باحترام، وكنت حاطه دايما قدوه بتاعتي، المعلم دايما قدامي في فصل قدوتي. بصراحة أكتر كنت بعملهم لأن أنا كنت بحب المجال ده، كليا قدوة، أنا عايز أوصل زيه، أنا عايز في يوم من الأيام أبقى زيه كده، واقف زيه بشرح، والحمد لله خلي بالك وصلت للنقطة دي. طب الحمد لله وصلت. طب حضرتك شايف إن لسه المدرسين ليهم الهيبة زي ما بيقولوا كده اللي كانت موجودة زمان؟ يعني دلوقتي بنسمع ان في طلبة بيقتلوا وبيضربوا كمان المدرسين اللي بيعلموه. هي قصد عن الحوادث والكوارث الخاصة بالمدارس. احنا لو اتكلمنا ان المعلم اساسا اساس الدولة، هو المعلم اب بعد اب، يعني انا من وجهة نظري هو اب. يعني معلش في الكلمة، انا ما قعدتش القعدة دي ولا حضراتكم قعدتوها الا بمجهود معلم. مظبوط مظبوط. مفيش وزير طالع على كرسيه الا بوجود معلم. صح. يعني احنا لو بصينا اهتمامنا بالمعلم ده حاجه تانية. طب حضرتك بقى تنصح بايه الطلبه ازاي دلوقتي يتعاملوا مع المدرسين بتوعهم والمعلمين بتوعهم، او تقول لهم ايه عن اهميه المعلم؟ لان في بعض الطلبه بتتعامل مع المعلم باستهزاء بطريقه مش لطيفه برضو. لو النقطه دي ارد عليها
فانا احب اوجه الكلمه دي للطالب مش لحضرتك، مع احترامي ليك. اتفضل. المعلم ده والدك جوه المدرسه، زي ما والدك في البيت، لا المعلم ده والدك جوه المدرسه. المعلم ده لازم ليه يكون ليه احترامه، ليه تقديره. حضرتك قلت لي من شويه ان الطالب بيوصل فعلا لدرجه ان هو ممكن يضرب المدرس. فعلا في بعض الحوادث حصلت قبل كده وحصلت قدام عيني. كان ايه بقى رد فعلك؟ لا نعرف في الاول القصه حصلت ازاي. يعني كنا وقت امتحانات اعدادي وثانوي، وطبعا جم طلبه بعد الامتحانات وكده، مسكوا المعلمين بره وقلت ادب بقى حصل. يعني حصلت يعني خناقه ضربوهم. طب ايه بقى اللي حضرتك الاجراءات اللي اخذتها مع الطلبه دي؟ فصل. يعني حضرتك خدت الاجراء المشدد ضد الطالب؟ طبعا فصل. والطلبه اللي اتمسكت بلغنا عليهم الشرطه. الشرطه بقى. طيب خلينا نعكس الموضوع. احيانا برضو بيحصل بعض التعديات من المعلمين ضد الطلاب، شايف ده ايه الاجراءات اللي ممكن تتخذها الوزاره ضدهم؟ او بلاش كده، يعني لو ده حصل في مثلا مدرسة في مدرسه عندك، ايه العقاب المناسب ليه بالنسبه لمين؟ للمدرس. المدرس طبعا هو بيبقى العقاب على درجات على حسب الفعل. اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اولا نظام التعليم كله غير مسموح به للضرب. صح، لا يسمح للضرب. مظبوط. طب حضرتك النظام ده عامله في المدارس عندك؟ ايوه طبعا. تمام اتفضل. ما بتعملش بالضرب. هو اكيد الضرب في اي حاجه عمره ما كان وسيله لتحقيق اي حاجه. انا بالعكس بيجيب نتائج سلبيه. يوم من الايام مثلا لو ابني انضرب في مدرسه انا مش هسكت، انا جايب لك ابني يتعلم مش تضربه. لو سلوك ابني غلط ارشدني كولي امره. ممكن تعاقبه برضه بالدرجات. ايوه مش شرط يبقى العقاب كله بالضرب. صح. انا ممكن اوقفه طول اليوم في الحوش قصاد الطلبه بتاعته، ده اقوى عقاب للطالب فعلا. العقاب النفسي فعلا. ايوه مزبوط. ان انا اوقفه طول اليوم في الحوش ده اقوى عقاب. لكن كون ان اضربه لا، انا كده بهينه، وقبل ما اهينه فانا بهين نفسي. مظبوط. صح. وصلت؟ مظبوط. طيب خلينا بقى نرجع نتكلم بقى في حاجه مهمه. لكل مدرسة طبعا بيبقى ليها دور جميل قوي في تنمية المواهب اللي عند الطفل. هل فعلا بتهتموا بالموضوع ده؟ يعني مثلا زي المزيكا، زي الرياضة. انا عندي طلبة فيهم من يعشق الرياضة، فيهم من صوته جميل جدا. حاجات كده مواهب. طب ايه الدعم اللي حضرتك بتقدمه للطلبه المتميزه دي؟ اللي انا بساعده لحد ما يوصل كطالب عندي. ايه طيب انا عندي اقول لحضرتك دي. انا عندي طالب على فكره، احنا ممكن بقى نروح المدرسه هناك ونصور المواهب دي. صح ممكن. ايوه فعلا ممكن. ممكن فعلا ممكن نعملها. انا عندي طالب في سنه 5 ابتدائي. الطالب ده انا عايز اقول لحضرتك، بص بقى عايزين نذكر اسمه لو حضرتك اسمه تتذكر. ادهم مجدي. عشان برضو ايه ادهم مجدي. ادهم مجدي 5 ابتدائي. قلناها مرتين ادهم مجدي اهو. انا عايز اقول لحضرتك صوته ده الله اكبر عليه، كروه ما شاء الله. بيغني. بيغني. طيب ايه بقى الـ 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 الناحيه اللي بيلاقي فيها الدعم من المدرسه في مثلا في حته الغنى دي؟ وقت الحفلات مثلا بجيب الطالب ده هو اللي بيكون الحفله من اول لاخر، مع انه خلي بالك 5 ابتدائي بس واعي وصوته الله اكبر عليه. هي الموهبه ملهاش سن عموما. ايوه. بس في ممكن مثلا موهبه
ما تظهرش. انت فاهم حضرتك بصوره كامله. اه في حضرتك بتحاول تظهر المواهب دي. لا كمان في اطفال بتبقى عايزه الزق اللي هو ايه يكسف يغني. يعني انا واحد لو صوته حلو اكسف كسف يغني جدا والله. بس انا خلي بالك انا معاه وبشجعه لكده. ما هو بالظبط هو ده. طب في مسابقات مثلا حضرتك بتقدم لهم فيها بره المدرسه؟ ايوه عندي برضو بالنسبه لطلبه ثانوي في منهم بعض لعيبه الكوره برضو بشارك لهم كنظام دورات مع مدارس. الدورات المدرسيه. حضرتك عندك مواهب كتير قوي ما شاء الله. احنا عايزين كام حلقه دول بقى؟ بصراحه خدت بطولات ولا استنى نجي لك في النقطه دي. ماشي. انا عندي 2 طلبه في ثالثه ثانوي. واحده في الاوبرا ما شاء الله. حضرتك متذكر اسمها؟ ممكن اسمها هدير يونس. هدير يونس. كل الدعم يا هدير، بالتوفيق. واخوها يونس لاعب كوره في نادي الاسماعيلي. العيله بقى كلها فنانين، كلها مواهب. كلها مواهب. وعندي برضو طالب في تانية ثانوي بيلعب في نادي بيراميدز اسمه ابراهيم. ما شاء الله. ما شاء الله. احنا على قد ما بنقدر والله بنوم. الاهلي كده. ان شاء الله. وخلي بالك انا ساعات باخد الطالب اروح اقدم له انا في نفسي في اكاديميه. ده فعلا يعني بيبقى في تنسيق بين المدرسه والاكاديميه؟ ايوه. طب هايل جدا. طب وهل بقى يعني اشرح لي كده دور المدرسه بقى في الاجازات مثلا، هل بيبقى في حاجه تربط اولياء الامور ببعض؟ بعض الانشطه مثلا تربطهم بالطلبه؟ النشاط الصيفي. في انشطه في الصيف؟ رياضي وسباحه ورمايه وخيل. يعني كل الانشطه دي بالفعلا بتوفرها نشاط الصيف للطلبه. وساعات بعمل كمان مجموعات تقويه على حساب المدرسه للطلبه اللي هم المعنى صح اللي مش عارفين يكتبوا ولا يقروا، بديهم مجموعات تقويه، بجيب لهم مدرسين مجانيه بلازم. بقى مجانيه فعلا. ايوه على المدرسه مش للطلبه. طيب ايه المشاكل والصعوبات اللي قابلت حضرتك بقى وانت داخل اصلا مجال التعليم؟ اولا المجال ده رهبه. ايوه. واول مره وقفت فيها بصراحه في فصل كنت واخد كل الدعم من مين؟ من اختي ميزداليا طبعا استاذتي. اخت حضرتك اسمها ايه؟ ميزداليا. ميزداليا استاذ اسلام شكر فيك كتير النهارده. على الاقل اعملي له اكله حلوه. واعملي لنا احنا كمان معاه يعني. دي بصراحه استاذتي بامانه يعني. طيب عايزين رساله اخيره من حضرتك بقى تشكر فيها كل اللي دعموا حضرتك لحد ما وصلت للحظه دي. رساله حلوه بقى نختم بيها. اشكر والدي ووالدتي ربنا يخليها لي يا رب، واخواتي طبعا، ميزداليا استاذتي قبل ما تكون اختي يعني، بجد يعني الف شكر ليها بجد على اللي هي وقفت معاها، هي اللي خلي بالك وصلتني للمرحله دي. احنا كمان بنشكرها ان هي قدرت تدينا نموذج زي استاذ اسلام كده، هو حقيقي نموذج وقدوه لكل شاب في سنه. واشكر بقى اخيرا جوز اختي بقى الغالي، يعني ده استاذ اسماعيل ده يعني انا بعتبره بجد اخويا 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 يعني معنى الكلمه. واحنا بنشكرك جدا جدا، وبصراحه النهارده انت النهارده كنت منورنا وكنت نموذج جميل جدا، مش بس للطلبه ولا لاولياء الامور، لا كمان لمديرين المدارس في مصر. فطبعا في الحقيقه احنا النهارده استمتعنا بفقره جميله جدا عن التعليم، كان منورنا فيها او لسه منورنا فيها استاذ اسلام، وحابب اشكره جدا، وحابب اشكر طبعا زميلتي فاطمه الشورى. واستنونا في حلقه جديده على خير ان شاء الله.